مرحبا بكم طلابنا الأعزاء. درسنا اليوم هو للصف الثالث الإعدادي، مادة العلوم، الوحدة الثالثة، الدرس حاسة الشم. إذن درسنا اليوم هو بعنوان حاسة الشم. في الدرس السابق أخذنا أعضاء الحس، ومن ضمنها حاسة التذوق و حاسة الجلد أو اللمس. اليوم سندرس حاسة الشم. إذن كنا نعلم أن لدينا 5 حواس، أخذنا حاسة التذوق وحاسة اللمس اللي هو الإحساس الجلدي. اليوم نبدأ مع حاسة الشم. حاسة الشم الإنسان يستطيع أن يتعرف ويتميز على أكثر من 10,000 رائحة متعددة. إذن الإنسان يستطيع أن يميز ويتعرف على أكثر من 10,000 رائحة متعددة. وإن النساء لهم القدرة على التمييز بين الروائح المختلفة أكثر من الرجال. السبب إن لديها خلايا شمية في البصل الشمية بأعداد أكثر مما هو عليه عند الرجال. إذن هناك منطقة في المخ تسمى بصلة شمية. هذه المنطقة تتواجد في المخ، وظيفتها التحكم بحاسة الشم. إذن النساء يستطيعون التمييز بين روائح مختلفة. السبب وجود خلايا شمية بكثرة في منطقة البصلة الشمية، حيث أن هذه البصلة تتواجد في المخ، وظيفتها التحكم بحاسة الشم. إذن الإنسان يستطيع أن يتعرف ويميز أكثر من 10,000 رائحة متعددة. وحاسة الشم عند النساء يعتبر أقوى، كون أنها تميز بين الروائح المختلفة أكثر مما هو عليه عند الرجال. إذن النساء تتفوق على الرجال في التعرف على الروائح المختلفة. بماذا يرتبط حاسة الشم؟ حتى أستطيع أن أشم أتعرف على الروائح المختلفة، يجب أن يكون هناك ارتباط بين حاسة الشم لدي وحاسات أخرى. إذن حاسة الشم ترتبط ارتباطا وثيقا بين يرتبط ارتباطا وثيقا بحاسة التذوق، وارتباطا مباشرا بالعواطف. إذن حاسة الشم له ارتباط وثيق بحاسة التذوق وبالعواطف. كيف بحاسة التذوق؟ عندما لا أستطيع تذوق الأطعمة، وعندما لا أستطيع التعرف على روائح الأطعمة المختلفة، فهذه إشارات أولى تدل على وجود مشاكل في حاسة الشم. إذن حاسة الشم ترتبط ارتباطا وثيقا بحاسة التذوق. عندما يفقد الإنسان قدرته على تذوق الأطعمة ولا يستطيع أن يميز رائحة الأطعمة المختلفة، فهذا دليل وإشارات أولى على وجود خلل في حاسة الشم. إذن وجود مشاكل في حاسة الشم. أما هذه الحاسة ترتبط ارتباطا مباشرا بالعواطف، كيف؟ إما أن ترتبط إيجابيا أو سلبا. كيف إيجابا وسلبا؟ في الصباح عندما أستنشق رائحة الورود أو رائحة القهوة، فهذا يبعث في الإنسان راحة وحيوية ونشاط صباحا. إذن
حاسة الشم ترتبط ارتباط مباشر بالعواطف. كيف يرتبط ارتباط مباشر بالعواطف؟ إما ارتباط إيجابي أو سلبي. الإيجابي استنشاق رائحة الورود صباحا، سلبيا استنشاق رائحة الحريق. هذا يؤثر على المزاج العام وعلى نفسية الإنسان. إذن يؤثر حاسة الشم يتأثر بالعواطف سلبا من خلال استنشاق روائح مثل رائحة الحرائق. هذا تؤثر عليه وعلى مزاجه العام وعلى نفسية الإنسان. هذا ما يتعلق به حاسة الشم، أنه يرتبط ارتباط وثيق بحاسة التذوق وبالعواطف إيجابا وسلبا. بالرغم من أن الأنف يتصل بالفتحة الخارجية للجهاز التنفس، يتصل بالفتحة الخارجية، هو يعتبر الفتحة الخارجية الأولى جزء أساسي من الجهاز التنفسي، إلا أن له أهمية كبيرة في ماذا؟ في التعرف على الروائح المختلفة. إذن الأنف يستطيع التعرف على الروائح المختلفة. كيف يمكن له أن يتعرف على الروائح المختلفة؟ يلتقط الروائح من الوسط المحيط. كيف يلتقطها؟ من خلال تفرعات نهائية تتواجد في الخلايا الحسية الشمية. هذه الخلايا الحسية الشمية تنتشر بكثافة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف. إذن أعيد، قلنا بما أنه الأنف يعتبر جزء من الجهاز التنفسي ويعتبر الفتحة الخارجية للجهاز التنفسي، فله أهمية فائقة في التعرف على الروائح المختلفة، حيث يتم التقاط الروائح من الوسط المحيط بواسطة التفرعات النهائية التي تتواجد في الخلايا الحسية الشمية. أين تتواجد هذه الخلايا الحسية الشمية؟ تنتشر بكثافة في الغشاء المخاطي المبطن للأنف. هذه تعتبر كرسالة. الخلايا الحسية ماذا تقوم؟ تقوم بإرسالها إلى المخ. تقوم بإرسال هذه الروائح إلى المخ. يقوم المخ بتفسيرها والتمييز عليها من خلال المخزون لديه من المعلومات. إذن الخلايا الحسية الشمية تقوم بإرسالها إلى المخ أو الدماغ. الدماغ يقوم بتفسيره بالاعتماد على المعلومات المخزنة لديه. إذن يقوم بتفسيره بالاعتماد على المعلومات المخزنة لديه. فهنا يتم التمييز بين الروائح المختلفة. أستطيع أن أميز أن هناك رائحة عطور، رائحة دخان، رائحة أكل وغيرها. بالتالي يقوم بإرسال جواب لمن؟ لهذه التفرعات التي التقطت هذه الروائح كرسالة، وهذه إرسال جواب لهذه الرسالة. إذن الأنف يعتبر جزء مهم في الجهاز التنفسي وله أهمية فائقة في تحديد الروائح، حيث يتم التقاط الروائح من الوسط المحيط عن طريق التفرعات النهائية التي تتواجد في الخلايا الشمية. هذه الخلايا الشمية تنتشر في المخاطية الأنف بكثرة. يقوم بماذا؟ بإرسال هذه الروائح إلى المخ. المخ يلتقطها، يفسرها ويميزها عن طريق المخزون لديه من المعلومات، ويستطيع أن يتعرف على هذه الرائحة، رائحة عطر، دخان، أكل، حرائق إلى ما شابه ذلك، ويرسل جوابا إلى التفرعات النهائية التي تتواجد في الخلايا الحسية. هذا ما يتعلق بمعلومات بدائية عن الأنف. الآن
ما هو الأنف؟ تعريف الأنف. إذن الأنف هو عضو حاسة الشم. السبب: لماذا يعتبر الأنف عضو حاسة الشم؟ لوجود الزهارة الشمية بداخله. إذن تجويف الأنف يحوي على زهارة شمية تكسبه وظيفة الشم، إضافة إلى له دور أساسي في دخول الهواء إلى الرئتين. كيف يتم ذلك؟ لأنه جزء أساسي من الجهاز التنفسي، يدخل عبره الهواء إلى الرئتين. إذن ما هو الأنف؟ هو عضو حاسة الشم. لماذا؟ لوجود الزهارة الشمية بداخله، وهو بدوره يعتبر جزء أساسي من الجهاز التنفسي، حيث يدخل عبره الهواء إلى الرئتين. الآن سؤال: لماذا يعد التنفس عن طريق الأنف أفضل من التنفس عن طريق الفم؟ لأن الهواء الذي يدخل عن طريق الأنف يتم تنظيفه وترطيبه وتدفئته من خلال الشعيرات والتروية الدموية الغزيرة والإفرازات. كيف يتم ذلك؟ المخاط أو الغشاء المخاطي الذي يتواجد في الأنف يقوم بإفراز المخاط حتى يعمل وسطا مرطبا ودافئا، والشعيرات التي تتواجد في الأنف هذه وظيفتها تنظيف الهواء الداخل من الغبار والمواد العالقة. إذن يعد التنفس عن طريق الأنف أهم بكثير وأفضل بكثير من التنفس عن طريق الفم، لأن الهواء الذي يدخل عبر الأنف يتم ترطيبه، تنظيفه وتدفئته من خلال الشعيرات والتروية الدموية الغزيرة، إضافة إلى الإفرازات الأنفية. هذا ما يتعلق به تعريفا ومعلومات، سبر معلومات عن الأنف. الآن جوف الأنف. جوف الأنف هو أعمق منطقة في الأنف، أعمق منطقة، أو أستطيع أقول الجزء العميق من الأنف. إذن جوف الأنف الجزء العميق من الأنف. من أين يمتد؟ من المنخرين في الأمام إلى البلعوم في الخلف. إذن جوف الأنف من أين يمتد؟ يمتد من المنخرين في الأمام إلى البلعوم في الخلف. جوف الأنف هو الجزء العميق من الأنف. من أين يمتد؟ من المنخرين في الأمام إلى البلعوم في الخلف. يقسم جوف الأنف إلى قسمين: قسم أيمن وقسم أيسر. بين هذين القسمين بنية عظمية غضروفية. ماذا تدعى؟ تدعى حاجز الأنف أو الوتيرة. إذن جوف الأنف قلنا هو الجزء العميق من الأنف، يمتد من المنخرين في الأمام إلى البلعوم في الخلف. جوف الأنف هذا يقسم إلى جوفين: أيمن وأيسر. بين الجوفين يوجد حاجز الأنف أو الوتيرة، عبارة عن بنية عظمية غضروفية. ففي الجزء العلوي الأنف ماذا يحوي؟ الجزء العلوي من الأنف يحوي على مستقبلات شمية حسية. إذن جزء أيمن، جزء أيسر، والجزء الأعلى يحوي على مستقبلات شمية حسية. الأنف إلى جانب دوره الشمي ودوره التنفسي له وظيفة في التنظيف الذاتي. كيف يقوم بتنظيف الذاتي؟ عندما يلتقط الروائح المختلفة أو المواد التي اقتنصها من الهواء
عن طريق الأهداب يقوم بتنظيفها ويدفعها باتجاه البلعوم ثم ابتلاعها. إذن هذا ما يتعلق بجوف الأنف الذي هو الجزء العميق من الأنف الممتد من المنخرين في الأمام وإلى البلعوم في الخلف. هذا الجوف يتألف من قسمين أيمن وأيسر، بينهم حاجز يدعى حاجز الأنف أو يسمى الوتيرة، بنيته عظمي غضروفي. إذن بنيته عظمي غضروفي. في الجزء العلوي يحوي على مستقبلات حسية شمية، إضافة لدوره التنفسي والشمي يقوم بالتنظيف الذاتي، حيث يقوم بتنظيف ما التقطه أو الأجسام الغريبة الموجودة في الهواء، ويدفعه عن طريق حركة الأهداب إلى البلعوم ومن ثم ابتلاعه. هذا جوف الأنف. الآن كل قسم من هذه الأقسام يقسم بواسطة المحارات الأنفية الثلاث إلى أربع فسحات. إذن كل قسم أيمن أو أيسر يحوي على أربعة فسحات: الردب، الوتدي، الغربالي، هذه تدعى فسحات، الصماخ، الأنفي، العلوي. صماخ الأنفي، الأوسط، والصماخ الأنفي الأسفل أو السفلي. إذن بعد ما قلنا أن هذا الجوف له قسمين أيمن وأيسر، عرفنا أن كل قسم يقسم بواسطة المحارات الأنفية ثلاث إلى أربع فسحات، يعني القسم الأيمن يحوي على أربع والأيسر أيضا على أربع. هذه الفسحات هي الردب، الوتدي، الغربالي، الصماخ الأنفي، العلوي من الأعلى إلى الأسفل، والأوسط والسفلي. هذه فسحات موجودة في كل قسم من أقسام الجوف الأنفي. الآن نعرف كمختصر بأن هذا الجوف يتصل مع الوسط الخارجي بواسطة المنخرين في الأمام ومع عن طريق البلعوم من الخلف، يتصل من الداخل بواسطة فتحة بيضية، ويتصل جوف الأنف مع التجاويف الأنفية بواسطة فتحات خاصة. إذن يتصل مع التجاويف الأنفية بواسطة فتحات خاصة. الآن كيف أهتم بصحة الأنف وحاسة الشم لديه؟ الآن صحة الأنف وحاسة الشم، كيف أهتم بصحة أنفي وأحافظ على حاسة الشم لدي؟ أولها أن لا أستخدم مناديل الآخرين. إذن أتجنب استعمال المناديل المستعملة، مناديل الآخرين. ثانيا عدم استعمال اليدين في مسح الأنف. عند الإصابة بالإنفلونزا يفضل استخدام مناديل جديدة، وإذا لم تتوفر استخدم قطع قماش معقمة. إذن أولا كيف أحافظ على صحة الأنف؟ أن أستخدم مناديل جديدة وغير مستعملة، لا أستخدم مناديل الآخرين، ولا أستعمل يدي في مسح الأنف. عند الإصابة بإنفلونزا أستخدم مناديل جديدة وخاصة في الأيام المغبرة. أن أبتعد عن التدخين، السبب لأن التدخين يحوي على مواد مثل القطران وغازات سامة يؤثر سلبا على صحة الأنف وحاسة الشم. الأشخاص الذين يتعرضون في عملهم إلى مواد كيميائية وروائح صباغ السيارات وغيرها، حاسة الشم لديهم تتأذى وتتأثر بصورة مباشرة. إذن عدم استخدام مناديل مستعملة، عدم استعمال اليد في مسح الأنف. عند الإصابة بالإنفلونزا يفضل استعمال مناديل جديدة
والابتعاد عن التدخين لكونه يحوي على مواد سامة، غازات سامة ومواد مثل القطران تؤثر سلبا على الشم، إضافة إلى الأشخاص الذين يتعرضون أثناء عملهم إلى مواد كيميائية ورائحة صباغ السيارات أو الدهانات تؤثر سلبا على حاسة الشم لديهم. هذا ما يتعلق بصحة الأنف وحاسة الشم. الآن أتعرف على الجيوب الأنفية. ما هي الجيوب الأنفية؟ ما المقصود بكلمة الجيوب؟ الجيب ماذا يعني؟ يعني تجاويف. إذن الجيوب يعني تجاويف. أين تقع؟ في عظام الجمجمة. إذن الجيوب الأنفية تجاويف تتواجد في عظام الجمجمة. أين مواقعها؟ الجيوب الأنفية أين تتواجد؟ هنالك جيوب جبهية ناحية الجبهة، جيوب فكية، وجيوب حول الأنف، حوالين الأنف. إذن جيوب جبهية وجيوب فكية وجيوب حول الأنف، أو أستطيع أن أقول على جانبي الأنف. عندما يصاب الإنسان بالتهاب في جيوبه، ونحن نسمع كثيرا في حياتنا اليومية، نلاحظ أن هناك أشخاص خاصة في فصل الشتاء أو الربيع يظهر لديهم التهاب في جيوب الأنف، يرافق ذلك صداع شديد، إضافة إلى رشح كثيف ومتقطع، وتنزل هذه المواد القيحية إلى البلعوم فيؤدي بدورها إلى التهاب البلعوم. إذن عندما تلتهب هذه الجيوب فإن ذلك يصاحبه صداع شديد، إضافة إلى رشح متقطع، والمواد القيحية تنزل إلى البلعوم وبدوره يؤدي إلى التهاب البلعوم. هذه الجيوب الأنفية. ما أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟ لماذا يصاب الجيوب؟ هو في الحالة الطبيعية لكل منا هذه الجيوب، لكن متى تصاب بالتهابات؟ عندما أستنشق حبات الطلع في فصل الربيع. نحن نعلم عندما يأتي ويقدم علينا فصل الربيع تنتشر حبوب اللقاح أو حبوب الطلع بكثافة، فعندما نستنشق هذه الحبوب يحصل التهابا في هذه الجيوب. عندما أتعرض لتيار هواء بارد، عندما أتعرض إلى مواد كيميائية أو أصباغ أو رزاز الأصبغة، هذه كلها تسبب لديه التهاب الجيوب. أو في فصل الشتاء عندما أصاب بالإنفلونزا، التهاب المجاري التنفسية، التهاب بطانة الفم، كلها أسباب تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية لدي. أهم سبب رئيسي التهاب الجيوب الأنفية هو التدخين أيضا. إذن ما هي أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟ استنشاق حبات الطلع أثناء فصل الربيع، التعرض لتيار هوائي بارد قاسي، التعرض لرزاز الأصبغة والمواد الكيميائية، الإصابة بالإنفلونزا، والتهاب المجاري التنفسية إضافة إلى التهاب الفم، التدخين لكونه يحوي على مواد مثل القطران وغيرها تؤثر سلبا على صحة الأنف وتسبب التهاب الجيوب الأنفية. إذن قلنا جيوب تتواجد في جهة الجبهة، في كل قسم أيمن وأيسر يوجد جيب، جيب هنا وهنا. الجيوب الفكية تنتشر فك سفلي، فك أيمن وفك أيسر، والجيوب حول الأنف، هذه الجيوب الأنفية. هذا ما كان يتعلق بصحة الأنف والجيوب الأنفية. أخيرا نتطرق إلى العطاس. ما هو العطاس؟ العطاس هي عملية خروج تيار من الهواء بسرعة قصوى بين فترة زمنية وأخرى، يسبب تنظيف المجاري التنفسية. إذن العطاس عملية خروج الهواء، تيار الهواء بسرعة قصوى بين فترة زمنية
وأخرى تسبب تنظيف المجاري التنفسية. تزداد عملية العطاس عند استنشاق بعض الروائح والعطور أكثر من غيرها. والعطاس هي أولى إشارات الإصابة بالزكام والإنفلونزا. فعند العطاس يفضل استخدام المناديل، وإن لم تتوفر هذه المناديل نستخدم المرفق هكذا حتى لا ينتشر هذا الرذاذ الناتج عن العطاس ويصيب الأشخاص وينتشر الأمراض في ظل هذه الأمراض المنتشرة والوبائية كالإنفلونزا. وأخيرا في هذه الآونة الأخيرة ظهر مرض فيروسي وهو فيروس الكورونا. هذا الفيروس هو من الفيروسات التاجية أو إنفلونزا، ولكن بقوة أكثر أو يعني لا يتأثر بالمضادات الحيوية نتيجة سرعة انقسام هذا الفيروس، يتحول من شكل إلى آخر. فكان أهم الإجراءات الوقائية هو استخدام المرفق أثناء العطس والابتعاد عن الشخص أكثر من 3 أمتار حتى لا ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ. هذا ما كان يتعلق بدرسنا اليوم. وفقكم الله طلابنا.